ايش بقى يقولوا؟ انا اللي لو انا اللي رجعون نحيدوا من هذا الشق. نعم الشق اللي خلق ضجه وخلق واحد يعني غضب لدى المغاربه، خصوصا في خلال الدفن، ان ربما الاخوان ديالها والاشقاء يعني فتحوا ملفات وما كانش خاصها تفتح، وقالوا شي امور ما خاصهاش تقال، وقالوا شي حقائق. حنا جينا عند المصدر ونعرفوا التفاصيل ديال الحقائق. نعم واش نقول لك؟ خلصهم الله، الله اللي غيخلصهم. اذا كانت شي حاجه كاين الوثائق، كاين بزاف العوام يسولوا على راسهم وانا موجود. اللي تخبت بان بحال اللي قالوا المحسن، قال له بعد دار الموت دار هو قدامي راه كيسمع، راه حضر لهذا الشيء وكرا عنده عرفتي درني انايا، قال لي راه سمعت لو تسنى مراد غتعرفوه انتم. مراد باغي ياخذ راه خدا الحقيقه البارح تصبر لا هنا الدراري هنايا واقفين ما تنساوش تعرفوا عليا، كنا مخبيين لهذا الجهه تو انا جاي طلعت جبت الوراق فاكا وحزين دارها لان الارقام دايرهم بيدو الا بعتها هاد الوثيقه ماتت ودار يدو على راسو طوي عليا هذا. وقالوا بان ما كنتيش تخلي يجيو يشوفوها مانها ما عليها، ان داكشي كاع الممتلكات اللي عندها عندك وعند العائله ديالك، شنو تقول؟ ممتلكات راه باعها يديروا عندها العمارات الاراضي اللي يبحثوا، انا ما حابس حتى واحد، يبحثوا المخزن موجود واللي مخالف يتعاقب لا انا لا هما. صافي الا كاينه شي حاجه مخبيها عليهم كتبان، لان اي حاجه اللي هي غاليه في الثمن كتكون بالوثيقه. هاد بليج ديال الدب ولا خاتم راه كيعطيك الرسيب بوحدو، حصك الا كاينه ارض ولا راه كاين غير ها كلشي ولا سهل يجبد لك كاع اللي كاين، وخا باقي يكون بسميتها نيت سميتها الطن ما كاينش، كاين راه وعاقبوا عليه. هي من غير هاد الطريق داو ليها في التكريم هادشي اللي عطاها سمع الفال اش قال؟ هي ديالي كتغلب انا فتحت لهم المجال بحثوا على راسك، اللي كاينه كاينه واللي ما كاينش ما كاينش، سيروا الله يعاونكم ديروا داكشي اللي على انني قلت لمحسن الله يخليك الى موقف معايا يبيع نتاع على يدك هاد الدار وعطي اللي شاط عليه وعطيه لي غير يشطح منك على هما كانوا هازينا. انا غير نقول راه غايسمع واش باش تعرف راه مكان اللي كاين راه كنقول. وما عرفتش ما كانوش يزوروها واش تفتي معنا وما عليها ولا هما ما كانوش يجيو اصلا. وضح لنا هاد الحقائق واحد شويه الميكرو دابا عطيتك مثال تقدر تفرق الولد على موه. ايوا راه هذيك اختهم راه ما يمكنش ليا نديروا هذا الكلام كاع نهر في راسي. كيفاش توصلوا هنا البارح؟ ما عندكش شكه اللي يوصلهم البارح لهنا يوصلهم في هذه الايام كامله لعندي، لان تعرفت انا في المقاطعات الله يكثر خير بالكيران يعني انا عندك انا عزوار يعني يا السلطات عارفينك وفين ساكن تما البارح كانوا تعذبوا وجاو ديريكت اللي جابوهم البارح يجيبوهم هادي 8 سنين حتى الاتصال ما كانوش يتصلوا بها. هي كانت تسول عليهم في بعض الاحيان او كانت تفكر هو حيت الخو كيتفكر خوه الخو كيتفكر خوه هي كتفكر هي ما عرفش واحد كي داير بعد واحد ما غيتفكروا. راه قال لهم واحد السيد البارح والله الا جابكم غير الورد فعلا جابوا غير الورد لهلا يخلي بومارت هذيك كلمتها شحال من عام لهلا يخلي بومارت ما يورد. انت تفاجئتي حسين تفاجئتي بدوك التصريحات اللي قالوا خصوصا في لا افاجئ الفتره ديال الدفن حيت داك التصريحات عارفها انا فارغه ما كاع ما كتدخل ليا في راسي لان انا ما دايرهاش
ما تضرنيش فراسي، لأن كيقول السفيه غير اللي فيه، حيت هما فيهم يتحبوا كاع الناس بحال بحال، نجعل الناس سواء ليس لحوقه دواء. دونك شنو تقول لهم من خلال هذا المنبر، شنو تقول لهم على خوتك؟ خوتي هما ديما غيبقاو خوتي، لأن ما يمكنش نقطع صلة الرحم اللي أب وأم بحال بحال وبغى يقطعها هما، بغى يخلصهم، بغى يجيو مرحبا بهم، ما بغاوش يجيو ألف مرحبا بهم، هذاك شغلهم هما، ما يمكنش تجيب شي واحد تقول له تجي عندي بزاز ولا، هذاك شغلهم هما، وعلو أنه قالوا ينتقلوا من دار إلى دار، زعما خوفا منهم ولا، وكيف جاوا البارح؟ كي جاوا هنا كانوا هنا كل ثلاث سنوات. شنو سبب القطيعة بينك وبينهم؟ لأن عارف بأن خوت كاملين ضدك. شنو سبب القطيعة؟ شنو نقول لك السبب؟ كانوا كيقولوا الحاجة تتمشي على الفلوس، يعني كلها إلي غيش. ما يجيو يقلبوا. البنكة راه كاينة، يقول لك شحال هذا العام عندها وشحال هذا العام عندها، ويشوفوا. راهم ناس ماشي جهال، الاخر فيهم عنده الشهاده الابتدائيه، الاخر كاع حنا نقولوا ذاك اللي ما قراش عنده شهاده. انا دابا الاخ اللي داير لي الحيحه راه نائب وكيل الدوله، راه رجل قانون، يبحث الله يعاونه، ولا لقى شي حاجه اللي انا دايرها وعاقب عليها. دائما كان سبب القطيعه هو الفلوس والحاجه الماديه. لا دابا ها هي عندي انا تناكل هذاك غير الدواء وليكوش ميزانيه، هي التقاعد ديالها فيه 3000 درهم ياك، حنا عندنا كل يومين باكيه، عشرة 10 ديال الانسان ملي كبر تيولي بحال الدري صغير، ما غايقولكش بيد نبول راه كيطلق، والدوايات ديالها 3000 درهم دخلنا على الكبله واش غتقد هاد المراه، خلي الماكله وهادشي راه كيعرفوا خطا، الا قال لي عقلوا ربما راه هاد 3000 درهم هي اللي كان بين لينا شي لاخر مخبي، سالوا اهل الديكرين كنتو هما لا تعلمون، يمشيو للبنك نعطيهم ياك البنك ما تقول عنده ما عندوش ماشي انا، يمشيو ها النمره ديالها سير اخو من عام الفلان الفلاني الى عام الفلان الفلاني الصورات هذه المرة. دوك ربما هما جاوا البارح باش يخلقوا واحد النوع من الزوبعة او شوف انا الحمد لله لقاو الاعلام موجود الحمد لله مهدان، ما عرفتش اني انا مريض الى تعصبت غنجيبها غير في راسي، صديقي جبتيني كذا الخافل تسير والكلاب تنبح، راه نقولها باش يعرفوها هما الناس، هذا راه بيت شعري راه مسرحيه ديال صديقي، خليهم بلا بلا يهضروا كيف بغاو شغلهم هذاك، انا اللي هي حقيقه يقلبوا عليها وحاسب عليها. عندك واحد السؤال؟ نعم. علاش هي اختارت بالضبط انها تعيش معك انت وما عاشتش مع الاخرين؟ هذا هو السؤال اللي كنت باغي نقولو، وراه قالته قلتو في شحال من حواريه، وهذا الرجل ما كتعرفوش نتوما، جات قالت قدام فيه ولدي وفيه خويا حيت انا كبرت عندها. يعني اش نقول لك 7 سنين 10 سنين ولفتها كتسافر تلقانا في الدار، ونهار اللي صافي بدات الانسان كبير وهذا تنضحك معاها، تا الحاجه راه شتي نهار اللي ندير داري غندق لداري تجلسي معايا، وداك الشيء اللي وقع وكتفتخر بها هي قد ليها قلتيها وفيتي بها، والله اللي بغاها تكون ماشي انا ولا انا عشت معاها، لانك عايش معاها اكثر من عايش مع والديا، هذا اللي
باش ما نخليها تموت بوحدها في الدار. قلت لها غير تسب وحدك بيتي هكا الزمه ما كاينش اللي غيعطيها لك، اجي عيشي معايا صافي. وداك الشيء راه باين شحال كتشد، راه قلت لك اسالوا كاع على ديك راه البنكات تقول لي اش كاين واش كاين واش كاين، كان شي حاجه زدنا عليها راه حتى البنكات حاسبني، حيت ما كيتفاهموش اجي اخويا وندير اخويا ويلا نشوف اخويا، تيجيك على غفله يبغي يصرفك ويمشي يقلب على شغله، كان شي حاجه يمشي يقلب عليها. دوك هما جاوا البارح غير داروا ديك الزوبعه ومشاو، هما جايين على الزوبعه صافي، لان راه داروا حيحه هنا وداروها في الروضه. إيه الله انت فاتح يديك تقول لي الا كانت حاجه مرحبا. دار حيت انا اختهم هادي، انا ما يمكنش احبسهم على اختهم قانونيا ولا ما يمكنش، على ان راه اللي كانت باقا صحيحه وداروا الزوبعه الاولى باش نض ديك الحيحه تبرأت منهم، قال لهم ما عندي ما ندير بكم انا بريئه منكم، ما يحبسوا 8 سنين ما جاو لعندها حتى دخلت للسبيطار، مي وصلتهم الخبر للسبيطار، جا الحاج هذا اللي خويا الكبير ومصطفى جوج دخوت، مصطفى هذا ما نهضرش عليه لانه عادي هذاك ماشي ما معاهمش فهاد بعيد، هو مع حتى هو كوليسترول وهذا هو شحال بكى البارح مسكين، هو اللي كاع صغر مني انا هذاك. ايوا نختموا اللقاء ديالنا برسالتك للجمهور المغربي والناس اللي بكوا عليها البارح ونشروا العديد من المواقف ديالها وكذلك المقاطع ديالها المسرحيه العظيمه، شو تقول؟ سؤال عطيتي عقلي دابا، انا اقسم جمهورها بالتعازي ديالهم وهذا في هذه السيده، هذا اللي نقدر نقول لهم، اقاسمهم بحالي بحالهم، لان هي ديال الجمهور ماشي ديالي انا، هي لجمهورها انا خوها هي، ولكن الجمهور ديالها اكثر مني انا اللي كيحبوها ولي، وهذه اللي قدرت هو اللي بكى اكثر هكا. لان جمهوره احسن لي من هاد خوتها بصراحه، سولوا فيها الناس منين ومنين، واللي ديالها ما سولوش فيها. البارح جا واحد من الرشيديه، انت عارفها ما تعرف؟ لا يعني عندها السبيطار وطاح فيا انا بالدروج، خويا الله يخليك قالوا لي واحد الفنان ابو طيب يا اخي ديالها كيف عندها محبه في الله، وهذا راجل مدير بنك البارح جاتنا شاف داكشي في الواتساب، قال انا والسيد انا احد هاد الحوانت هنا تيجي عندي ديما نهار اللي عرفات يجي يعيط واش نتوما ايه هز قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس، أكثر من مجرد خبر.